شايف ان يعني الكوره دي، الكوره دي برضو دي لحظه وصول اللعيبه على فكره. الاوتيل دي لحظه وصول تلج بقى، كله تلج تلج، لازم استشفى طبعا. انت خلي بالك يعني بس. عايز اقول ان الهدف اللي جه في الدقيقه 61 ده يعني كان في توقيت مناسب جدا، في ضغط جامد من الفريق الجزائري، انت بتجيب هدف بيقتل المباراه تماما وخلاص. انا يعني اعتقد ان بعدها بخمس دقائق الفرقه الجزائريه كانت سلمت، ابتدوا يشوطوا من نقطه التحول. هي المشكله في الهدف، انك بتقرب تاني وبتطمعه تاني. فانا عايز اقول ان شاء الله، هو طبعا حارس مرمى مش النادي الاهلي بس، كمان حارس مرمى مصر، يعني الماتشات اللي جايه وخصوصا برضو اللي في المباريات النهائيه بتبقى الحاجات دي مش صعبه بالظبط، وكويس انها جت في دي يعني. وده طبعا كل اللعيبه قدامكم كده زي ما انتم شايفين. اسامه عايز تقفل حاجه قبل ما نروح لمباراه الترجي بقى والاستعدادات ليها يعني؟ لا خلاص، كنا نتكلم عن مباراه الوصل بقى الاماراتي، وازاي استعد لمباراه الوصل الاماراتي، وانا عندي بعدها باربع ايام هيبقى المباراه الاولى في القاهره يعني في مصر، والمباراه الثانيه في الامارات. النهارده عمليه الروتيشن بقى مهمه جدا، النهارده انت بقى عندك مباراه مهمه لا قدر الله الاصابه.